إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره من أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى له عن فضله ورحمته، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أدى الأمانة وبلغ الرسالة ونصح الأمة حتى تركنا جميعًا على المحجة البيضاء، ليلنا كنهارنا لا يزيغ عنا إلا هالك. فصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد عباد الله، فموضوع خطبتنا لهذا اليوم عن شر مستطير وعن خطيئة عظيمة قد انتشرت في أمتنا العربية والإسلامية، وكثر انتشارها في بلدنا هذا حتى أدت إلى تقاطع الأرحام وتدابر الإخوان، حتى أصبح الأخ يحقد على أخيه، وأصبح ابن الأخ يحقد على عمه، وابن الأخت يحقد على خاله. هو داء خطير وشر مستطير قد انتشر بين الناس اليوم، فأدى إلى قطيعة الأرحام، وأدى إلى التباغض بين الأقرباء، وأدى إلى قطيعة الأرحام، وأدى إلى مشاكل لا تحمد عقباها في المستقبل. هذا الداء الخطير وهذا الشر المستطير هو عدم إعطاء الناس حقوقهم، هو الحديث عن الميراث، هو منع الميراث لأصحاب الحقوق. هذا الميراث، هذه الفريضة الربانية العظيمة الجليلة التي أبى الله جل وعلا أن يختلف فيها الناس، فبينها في كتابه أتم بيان وأتم تصريح بأوضح عبارة وأرق إشارة حتى لا يختلف فيها اثنان، فبين أنصبة المواريث للعصبات وغيرهم من أهل الميراث. هذا الميراث الذي بين الله جل وعلا أن منعه هو ظلم للعباد ومفسدة في البلاد، فقال جل وعلا في محكم تنزيله مبينا حق الميراث لذوي الحقوق: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. الله جل وعلا في هذه الآية المحكمة ذكر نصيبا مفروضا لكل واحد من الجنسين: للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون. كان ربنا يستطيع أن يقول لبني آدم أو للناس، لكنه نص على الرجال، ثم بعد ذلك نص على النساء لمعرفته وعلمه التام بأن الناس أو كثير من الناس سيقطعون أرحامهم وسيمنعون النساء ميراثهم وحقهم، فنص على حق النساء وأكدها بسبع دلالات واضحة صريحة بينة، مبينا حق النساء في كتاب ربنا جل وعلا. قال ربنا: وللنساء. بدأ باللام التي تفيد الملك أو الاختصاص، أي أن ملك النساء في ميراثهن هو ملك مختص لهن، وهو ملك لهن ينبغي أن يتملكنه، لا أن أقول لأختي أو لأخي الصغير كل ما شئت من ميراث أبيك، استمتع ما شئت من أراضي أبيك أو من دوره أو عقاراته أو دكاكينه. لا والله، الله يقول: عليك أن تملكهم تمليكا بينا واضحا. وللنساء، اللام للتمليك أو الاختصاص، أي أعطهم ملكا تاما يختص بهم. الدلالة الثانية: وللنساء. النساء، هذه ال في اللغة تسمى الاستغراق، أي العموم، أي جميع النساء، سواء كانت صغيرة أو كبيرة، قادرة على الكسب أو غير قادرة، سواء كانت غنية أو فقيرة، كل امرأة، كل واحدة من النساء لها حق في الميراث، عليك أن تعطيها حقها. وللنساء نصيب. الله عز وجل ينص صراحة أن لها نصيب، أي أن لها حق، أي أن لها مقدار، فإياك أن تنقص من هذا المقدار، إياك أن تحيد عن شرع الله
وأن تلف على منهجه في كتابه. للنساء نصيب مما، من ما، ما هنا موصولة معناها الذي، وهي تفيد العموم، يعني وللنساء نصيب من كل ما ترك، من كل، سواء كان عقارا أو مالا سائلا. كثير من الناس في بلادنا وللأسف يقولون النسوان ما لهمش عنا أراضي، ما لهمش عنا دور، ليس لهن عقارات، نحن نعطيهن فقط من المال السائل، من الأموال المنقولة، أما غير المنقولة فليس لهن فيها حق. والله عز وجل يؤكد في كتابه بقوله مما، أي من كل ما ترك الوالدان والأقربون، فلها حق في العقار ولها حق في باقي المال. الدلالة الرابعة، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون، أي أن ما تركه والدك ووالدتك والأقربون أيضا إن كانت ترث بحسب القسمة الشرعية فلها حق فيها. كثير من الناس يقول هذه خالتي أو عمتي ليس لها ميراث، فقط الميراث للأبناء. والله عز وجل بيّن في كتابه أنهن في بعض الحالات قد يرثن، قد لا يعطي الجد ولا يعطي الجد، ويقول فقط الميراث للأبناء. والله عز وجل بيّن أن لهم الحق والنصيب مما ترك الوالدان والأقربون، أي عموم الأقربين. الدلالة الخامسة، وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر، يعني سواء كان قليلا أو كثيرا. يا شيخ مش مستاهلة، أبوي ترك مال بسيط، مش مستاهل الشرك فيه. الله يقول لك مما قل منه أو كثر، حتى ملابس الميت لهن فيه حق، حتى أثاث المنزل الذي يعيش فيه المورث لهم فيه حق. الله يؤكد ويبين أن لهن نصيبا مفروضا مما قل منه أو كثر. ثم يبين في الدلالة السادسة نصيبا مؤكدا وحقا لازما، والدلالة السابعة مفروضة. وكلمة مفروضة من أكثر دلالات القرآن بل واللغة تأكيدا وحزما على الوجوب والإلزام، لم يقل واجبا، وإنما قال مفروضا أي حتما لازما أن تعطوهن حقوقهن. الله عز وجل بيّن في هذه الآية المحكمة ما يحيد كثير من الناس عنه من منع إعطاء أهل الحقوق حقوقهم. والله عز وجل قد نص في كتابه في محكم تنزيله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى. وإيتاء ذي القربى، من إيتاء ذي القربى أي إيتاءهم حقوقهم، ومن أجل وأعظم وأفضل وأظهر حقوقهم أن تعطيهم ميراثهم. انظروا ماذا ثناها ربنا جل وعلا، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر. جعل منع إعطاء الناس حقوقهم قبل الفحشاء وقبل المنكر دلالة على عظيم خطره، ودلالة على أن الله عز وجل يمقت من يترك تطبيق كتابه وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي. يعظكم، هل من متعظ؟ هل من متذكر؟ هل من عاقل متدبر متفكر؟ أتظن أنك عندما تحرم أخاك الصغير أو جدك أو جدتك، أو تحرم أمك أو تحرم عمك، أو تحرم ابن أخيك أو خالتك، أو تحرمين ابنة أخيك، أتعتقدين أن هذه الحقوق ستضيع عند الله جل وعلا يوم القيامة؟ إن كانت قد ضاعت في الدنيا فسنقف جميعا بين يدي واحد أحد، فرد صمد، عدل لا يظلم عنده مخلوق أبدا. فإن الله عز وجل يوم القيامة، يوم القصاص، يوم الصاخة، يوم الحاقة، في هذا اليوم يقتص من جميع المخلوقات الظلمة، حتى كما جاء في الحديث الصحيح في الصحيح أن الله عز وجل يقتص للشاة الجلحاء من الشاة القرناء، شاة لها قرون ناطحت شاة ما لهاش قرن. يوم القيامة وهن عجماوات من الحيوانات، الله عز وجل يأتي بهم جميعا فيأخذ للمظلوم حقه، ويقتص من الظالم حتى لو كان حيوانا، فكيف أنتم
يا أصحاب النهى، يا أصحاب العقول، يا أصحاب الدين، يا أصحاب الأرواح المقبلة على نهج الله، يا من تريدون جنة عرضها السماوات والأرض فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. انظروا إلى الحديث الصحيح الذي جاء في صحيح مسلم أن الرحم تستغيث برب العزة جل وعلا من قاطعها، فيقول لها رب العزة جل وعلا: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ يا من تأكل حق غيرك في الميراث، يا من تلتهم هذا الحق، الله جل وعلا سيكون خصمك يوم القيامة. الله قاطعك، الله معاديك، الله خصمك يوم القيامة. أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت الرحم، قالت نعم. قال: من منعته الميراث؟ نعم. فيقول رب العزة جل وعلا: فذلك لك. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم آية في هذا الحديث الصحيح: والله لا تقشعر لها جلود الذين آمنوا، والله لا تقشعر لها جلود الذين يريدون أن ينالوا جنة عرضها السماوات والأرض. ثم قرأ قول الله جل وعلا: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ هذا نوع من الإفساد. الله جل وعلا في هذه الآية بيّن أن منع الميراث إفساد في الأرض. كثير من المشاكل والثارات والقتل أدت ببعض الأقارب في بلادنا، حوادث كلكم قد سمعتم عنها أدت إلى القتل، هو والله إفساد في الأرض. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ مش تقطعوا، تقطعوا، صيغة من صيغ المبالغة، هي وسيلة من وسائل قطع الأرحام. بالله عليك، كيف يكون أخي رحمي ابن أبي وأمي وهو يمنعني حقي، يراني أجوع وأعرى ولا يعطيني تركتي وحصتي من ميراثي؟ قال: فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله. لعنة من الله، لعنة من الله على من لا يعطي حقوق الناس، على من يحرم غيره ميراثه. أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. أنت يا من نادتك أختك، ناداك أخوك الصغير، ناداك ابن أخيك: يا عمي أعطيني ميراث أبي، فجعلت دان من طين ودان من عجين. لم تسمع، لأنك لم تسمع هذه الآهات وهذه المنادات ممن يطلبون حقوقهم. سيكون من عذابك يوم القيامة أن الله سيصمك، ستأتي الأفاعي والعقارب والحيات تلسعك فلا تسمع لها حسيسا ولا صوتا، ثم تفجأ بها. هذا الذي رأيته يتقطع ألما وحزنا وبكاء أنك منعت حقه أو منعتها حقها، نظرت إليها وإليه بعينيك، هذه العينين سيعميها الله جل وعلا. أولئك الذين أصمهم الله وأعمى أبصارهم. لماذا سيعمي أبصارهم؟ كما أعميت بصرك عن أصحاب الحقوق لتعطيهم حقوقهم، سيعمي بصرك يوم الله عز وجل يوم القيامة، سيعمي بصرك الله يوم القيامة حتى لا ترى الحفر، حتى لا ترى الماء المغلي، حتى لا ترى العقارب والحيات وغيرها من المنكرات، حتى تقع في وديان جهنم لا معين ولا بصير ولا ناصح ولا موجه لك، لأنك أعميت بصرك عن حقوق العباد في الدنيا. فاعلم أن الله سيعمي بصرك في الآخرة وفي نار تلظى، في نار تلظى وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. بالله عليكم، بالله عليكم، لما نأكل الأموال؟ لما نأكل الأموال وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح مسلم: من ظلم شبر أرض، شبر أرض مش متر، مش دنم، مش 10 دنم، من ظلم شبر أرض 17 سنتي، من ظلم شبر أرض طوقه الله 7 أراضين، أي في جهنم، طوقه الله 7 أراضين في جهنم. لما نأكل الأموال؟ لمن؟ بالله عليكم،
لمن نجمع الأموال؟ لمن نبني القصور؟ لمن نعمر الدور؟ لما نأكل؟ لمن نأكل أموال الناس بالباطل؟ لأبنائنا، لأبنائنا. أترى أبنائك سيترحمون عليك في الدنيا بعد موتك أو في حياتك؟ حدثني من أثق به، قال لي أحد الكبار الأفاضل في هذا البلد الطيب، تبرع بأرض لبناء مدرسة ومات. فعندما بنوا المدرسة كانت الطريق إلى المدرسة ضيقة، فذهبوا إلى أبنائه وهم يملكون الأرض المجاورة التي ملكها إياهم أبوهم الذي مات، فطلبوا منهم أن يستمروا في العطاء كما كان الأب. قالوا بس بدنا منكم شوية أرض عشان نوسع الشارع للمدرسة لتبرع فيها أبوكم وهو الذي ورثكم هذه الأرض التي تسكنون عليها. أحدهم غضب وشلح لبإجره بعيد عنكم، خلع حذاءه وضربه بأقصى ما يستطيع إلى صورة أبيه المعلقة على الحائط، يلعن أباه أنه تبرع بالأرض للمدرسة. لمن نجمع الأموال؟ لمن نجمع العقارات؟ نجمع الأموال ليأكل بها أبناءنا اللوز والسكر والعسل ونحن نتعذب بها في نار جهنم؟ أتريد بعد أن تموت وتأكل أموال الناس بالباطل أن يترحم عليك أبناؤك وأن يتبرعوا ويتصدقوا لك؟ نحن نرى بالله عليكم كم من الناس في مجتمعنا يتذكرون آبائهم بالترحم، كثر. طب كم منهم من يتصدقون لآبائهم؟ قلة. كم منهم من يعملون الصدقات الجارية لآبائهم؟ ندرة. أتراك تنتظر بعد موتك يا من أكلت حق غيرك أن يترحم عليك، أم تنتظر يوم القيامة أنه سيأتي بين يدي الله جل وعلا فيقول يا ربي أبي ظلم أخواتي وظلم إخوته وظلم أهله ولم يعطيهم حقوقهم لأجل أنا، فيا ربي أنا أتنازل عن شيء من حسناتي لأبي؟ تذكر قول ربنا جل وعلا يوم يفر المرء من أخيه، يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يا بني تبحث عنه فيراك تبحث عنه فيزور، يهرب، يبتعد عن ناظريك وعن عينيك، فبعد البحث الطويل تمسك به. يا ابني قد أكلت مال الناس بالباطل، منعت الناس حقوقهم لأجلك، أعطيني حسنات. لن يعطيك والله لو قبلت يديه، أقسم بالله لو قدمت قدمي باكيا متألما تريد حسنة واحدة لن يعطيك. اللهم نفسي نفسي نفسي، لمن نظلم؟ لمن نظلم؟ لمن نظلم؟ لمن؟ لمن؟ للأسف كثير منهم قد لا يتذكرون بدعوة صالحة بعد موتنا. اتقوا الله جل وعلا، اتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، اتقوا الله واعلموا أن هذه الأرض وهذه الدنيا دار ممر لا دار، دار ممر لا دار مقر، ودار رحيل لا دار مقام. ففروا إلى الله، ففروا إلى الله، ففروا إلى الله، إني لكم نذير مبين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، فاستغفروا الله يا معشر المصلين. الحمد لله وكفى، الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على المصطفى وعلى آله وصحبه ومن سار على هديهم وبنهجهم اقتفى. عباد الله، من الصور المؤلمة التي تحدث في بلادنا، حتى لا نكون في خطبتنا مجرد واعظين منسلخين على أرض الواقع، من الصور المؤلمة لمنع الميراث وأكل حقوق الناس في بلادنا، الصورة الأولى من يعملون مع آبائهم. كثير من الناس قد أنعم الله عليهم بعمارات وعقارات ومصانع وشركات وتجارات وأبناؤه يعملون عنده، فإذا مات جاء الإخوة الكبار فظلموا الإخوة الصغار. لماذا ظلمتموهم؟ يقولون يا شيخ لقد نمينا المال مع أبينا، نحن الذين صنعنا المال، نحن أصحاب حق. أقول لهم صدقتم، أنتم أصحاب حق في تجارتكم أو شراكتكم مع أبيكم، أما أن تأكلوا
أموال إخوانكم الصغار بالباطل، فهذا ظلم عظيم. فهي رسالة إلى الآباء أن يبينوا العلاقة مع أبنائهم الذين يعملون عندهم. ابنك اللي بيشتغل عندك واحد من اثنين، إما أن تجعل أجير تعطيه أجره كامل حتى عندما تموت لا يقول أنا نميت المال، يا ابني أنت أجير حقك أخذته وانتهيت، أو تجعل شريك بنسبة معينة 10% 15% أقل أكثر حتى إن مت يقول أنا حصتي محفوظة لنميت المال 15-20% فلا يأكل إخوانه الصغار. وللأسف هذه من أكثر الصور في بلادنا، من أكثر وسائل الظلم في بلادنا. الصورة الثانية التي تحدث في بلادنا هي مسألة تأخير قسمة الميراث. بعض الناس يموتون وللأسف قلة قليلة بعد 3 أيام 4 أيام بيقسموا، لكن أكثر الناس للأسف قد يمكثوا شهور أو سنوات. دخلت في قضية تحكيم شرعي، المورث مات منذ عام 73، 73 لليوم احنا عم نتكلم عن أكثر من 40 سنة، وحتى يومنا هذا لم تحل التركة بينهم. ما هذا الظلم؟ يقول عليه الصلاة والسلام والحديث في الصحيح: مطل الغني ظلم. يا من تجلس في بيت والدك أو في مصنع والدك أو تستفيد من غلة أرضه أو من ربح شركته، وتترك أخواتك أو إخوانك الصغار أو ذوي الحقوق من عماتك أو غيرهم لا تعطيهم، أنت ظالم، أنت ظالم، أنت تستغل أموال غيرك. بموت أبيك وجلب لهم في هذا المصنع أو هذا البيت أو هذه الأرض حق، فإذا أنا استغليت هذا العقار أو هذا المال وأخذت منه أرباح اعلم أنهم شركاء في هذا المال، فإذا أخرت القسمة واستفدت من المال فأنا ظالم لهم. كما قال عليه السلام: مطل، يعني مماطلة الغني ظلم. بعض الناس بيقول لي: يا دكتور أنا عادل، أعطيت إخواني وخواتي كل ما يستحقون. الله يجزيك الخير، أبوك متى توفى؟ من 20 سنة بس، وعشرين سنة مين كان يستغل المال والعقار؟ أنا. أنت لم تعطيهم حقهم، من 20 سنة إلهم حق في المال، لكن في أرباح المال أيضا لهم حق، لأنك استغليت مالهم دون وجه حق ودون إذنهم. الصورة الثالثة حتى لا أطيل عليكم، من صور أكل الناس الميراث في بلادنا اليوم: المخمنين. بده يعطي خواته بالحق، بجيب مخمن علاقته معه كويسة: يا أبو فلان بدي أعطي البنات، فالله يرضى عنك. عندما تخمن العقار دير بالك إذا نعطيهم إيه مصاري. العقار أبو 100,000 بصير قيمته 50,000، في قسمة تركة لم تتم. مخمن خمن شقة ب40,000 دينار، فقلت لهم أنا بشتري ب40، قالوا لا. قلت لهم يا عمي أنا بشتري ب50، قالوا لا. طيب ب60، قال لي لو دفعت 100,000 دينار ما بنبيعك إياها. طب الله عليك لو كانت قيمتها في السوق 40، لماذا لا لم تبع ب50 أو 60؟ لماذا تقول لي 100,000 لا أبيع؟ إذن أنت كاذب، أنت ظالم، أنت وهذا المخمن تأكلون أموال الناس بالباطل، وهذا المخمن العقاري هو عون لك على غضب الله وعلى معصية الله. الصورة الرابعة من صور أكل الميراث في بلادنا بين الناس، ومن صور الظلم التي يفعلها للأسف كثير من الناس في هذا البلد الطيب: القسمة بالأمتار والقسمة بالمساحة. يقول كثير من الناس: يا شيخ أنا عادل، أنا أخذت 10 دنومات وأعطيت خواتي 15 أو أختي كل واحدة 15 دنوم، زيادة عنها 5 دنومات. الله يجزيك الخير، العشر دنومات كم قيمتهم؟ قيمتهم 1,000,000 دينار. والخمستعشر دنوم كم قيمتهم؟ يمكن 70 أو 80 أو 100,000 دينار. إذا أنت ظالم، حقها 500,000، بتعطيها 70 أو 80,000. القسمة ليست حسب المساحة وإنما حسب القيمة، يعني ممكن دنوم واحد يساوي 10 من الدنومات. من صور أكل الميراث أيضا في بلادنا، وهي صور كثيرة كثير من الناس يفعلها ظلما وزورا وبغيا وعدوانا، أن كثيرا من الناس وللأسف يأتي بأخواته، بيعزمهم على منسف،
يا أخواتي اتنازلوا لي أنا أخوكم عن الميراث، فإن تنازلت فبها ونعمت، وإن لم تتنازل كثير من الناس يقاطع أخته، يعني أكل المال بالحياء كما قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الثابت عنه: ما أكل بالحياء فهو في النار، حرام شرعا. كثير من الناس يهدد أخواته: إذا لم تتنازل عن الميراث سأقاطعك. حدثني من أثق به من هذا البلد الطيب أن أحد الأغنياء أحضر أخته، فحسب قيمة ميراثها فكان 80,000 دينار أردني. قال: هاي أختي تفضلي، هاي 80,000 حصتك. قلت له: يا أخوي أنت بالدنيا كلها بديش منك مصاري بسامحتك. حكى لها: هاي أختي اسمعي، بتأخذ 80,000 بتروحي على البيت بكرة الصبح إذا بدك بترجعي لي إياهم. يا أخوي فيش داعي. لا في داعي، عشان تكون المسألة إيه برضا تام. أخذت 80,000 وروحت وما رجعت، لن ترجع، حاجتها وحاجة أبنائها. أعطيها مالها ثم قل لها: سامحيني سامحيني، مش أعطيت أختي في آخر الدنيا دنم أرض، وأخذت أنا في نصف البلد تساوي 10 أو 20 أو 100 ضعف. لنتق الله في أموال الناس، لنتق الله في أموال الناس. في ختام هذه الخطبة حتى لا أطيل عليكم: وفي الجعبة صور كثيرة من ظلم الناس وأكلهم أموال غيرهم بالباطل. سمعت من أحد دعاة مصر وهو الشيخ عبد الوهاب الداودي يقول: جاءتني امرأة عندما خرجت من المسجد تبكي وتشكو أخاها. ماذا فعل؟ بعد موت الأب والأم بعام طالبوا بالميراث، فقالهم: سأعطيكم ميراثكم، تعالوا عندي على البيت عشان نوقع الأوراق ونخلص. جاءوا إلى البيت فأحضر الأوراق المكتوبة من محامي موثقة، فوقعوا على جميع الأوراق، فتأكد من توقيعات، أغلق الأوراق وضعها في الجيب. قال: أخذت أموالكم حصتكم؟ قالوا: أعطينا. قال: يعطيكم العافية، مالكم مش عندي ولا إشي، أنتوا وقعتوا والمال صار مالي وليس لكن عندي شيء. يا أخي يا ابن أمي وأبي اتق الله. أبدا. فرفعت إحداهن يدها إلى السماء تدعو دعوة مكلوم مظلوم مقهور: أشوف فيك يوم يا ابن أبوي وأمي. كلمات بسيطة، كلمات سلسة، كلمات سهلة، لكنها خرجت وتفجرت من قلب مظلوم. أشوف فيك يوم يا ابن أمي وأبوي. ذهبت الأيام والشهور، وإذ بهذه المرأة تأتيني مرة أخرى تقول لي: يا شيخ أخي شل شلل نصفي. أخذ يصرخ صراخ شديد جدا فأخذوه دون أي سبب إلى المستشفى، فقالوا: هذا مشلول شلل نصفي، إيد التي وقعهن بها ورجل التي اتكى عليها شلها الله. قالت: روح معاي ذكر بالله يمكن يرجع إلى الله. فذهبت معها وروحوا من المستشفى للبيت لأنه ما في من ورائي شفاء، خلص شلل نصف انتهى الموضوع. فذكرته بالله وكان يصرخ وأسمعه يتأوه آه آه، فقلت له: أعطي أخواتك حقوقهن. فقال: يأخذ كل إشي، لكن هذا الألم الذي أعانيه ينجيني الله منه. فأتيت بالأخوات وجئنا بمحامي هذا الشخص، فكتب لهن حقوقهن ووقع هذا المريض. بعد أن وقع رفعت هذه التي دعت كما قال عليه الصلاة والسلام: رب أشعث أغبر ذو طمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. دعت: الله يشفيك يا أخي يا ابن أبي وأمي، الله يشفيك يا أخي يا ابن أبي وأمي. هذه الكلمات التي خرجت من قلب مسرور، من قلب قد كف الله عنه الظلم، لاقت باب السماء ففتحت أبواب السماء لها جميعا، حتى استجاب رب العزة جل وعلا لها. فيقول الشيخ عبد الوهاب يقول: فرأيته قد قام من مقامه ومد يده المشلولة والتزم أخته. تعبيرا العام عبطها. الله أكبر، دعوة مظلوم واحدة تجعل مشلول يقف من فراشه ويصافح أخته ويلتزم أخته. نعم إنها دعوة المظلوم، لا تستهزئوا بالدعاء. الله عز وجل قريب منا، الله عز وجل سميع عما
أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء؟ إياك أن تهزأ بالدعاء. أتهزأ بالدعاء؟ كثير منا يهزأ بدعاء المظلومين. أتهزأ بالدعاء وتزدريه؟ أتهزأ بالدعاء وتزدريه؟ وما تدري بما فعل الدعاء سهامك. والمظلوم منتبه يدعو عليك، وعين الله لا تنمي، وعين الله لا تنمي، وعين الله لا تنمي، وإني داع فأمنوا. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم اجعلنا ممن يستمعون فيفهمون فيعقلون فيطبقون يا رب العالمين. اللهم لا تجعلنا يا رب العالمين ممن يستمعون الهدي فلا يهتدون ويضلون. اللهم اجعلنا ممن يعطون الناس ميراثهم ولا يأكلون الناس حقوقهم، برحمة منك يا أرحم الراحمين. اللهم نسألك من النعمة تمامها، ومن العصمة دوامها، ومن الرحمة شمولها، ومن العافية حصولها يا رب العالمين. اللهم كن لإخواننا في العراق وفي سوريا وفي غزة العزة وفي مصر الكنانة وفي يمن الحكمة يا رب العالمين. اللهم كن للمستضعفين في كل مكان. اللهم كن للمستضعفين في ميانمار وفي إفريقيا الوسطى وفي كل مكان يذكر فيه اسمك الكريم، برحمة منك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وارفع راية الحق والدين. اللهم حر الأسرى والمسرى، واجعلنا لك وحدك أسرى، برحمة منك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وأنت يا أخي أقم الصلاة، بارك الله فيك.